في الجزئية دي الحقيقة بقول الله. طب واحنا بنبني الجيش المصري هنسيب العدو بتاعنا كده قاعد في سيناء متخيل انه خلاص استولى على سيناء؟ لا، ده لازم يدفع ايه؟ تمن. التمن طبعا. ف واحنا بنبني الجيش المصري في نفس الوقت قلنا لا، لازم ياخد العدو ده، ياخد الجزء المطلوب. ف اوجدنا ما اطلقنا عليه في تلك المرحله الحقيقه حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف عشان نبسط الامور للساده المشاهدين الحقيقه يعني، وعشان نتذكرها كلنا ككل اجيال، بحاول اوجد ارقام تبقى سهله. حرب الاستنزاف مدتها تقريبا 1000 يوم عشان ما حدش ينساها. حرب حوالي 1000 يوم. ال 1000 يوم دول منهم نصهم حوالي 500 يوم قتال، اعمال قتال فعلي على ارض الواقع. كان كل يوم، تخيلوا حضراتكم بقى، كل يوم في ال 500 يوم دول اوامر القياده العامه للقوات المسلحه ان القوات المسلحه كل يوم تقوم من 8 الى 10 عمليه. الجيش ده ياخد جزء، والجيش ده ياخد جزء، والقوات الخاصه تاخد جزء، والطيران ياخد جزء، والاطراف الاخرى تاخد جزء. يوميا بتوزع العمليات دي عليهم بحيث من 8 ل 10 عمليه كل يوم. طب لو حسبنا بقى في ال 500 يوم 8 ل 10، يبقى حرب الاستنزاف دي بقى تم فيها كم عمليه؟ 5000 مثلا. فوق ال 4000 عمليه. يعني شوف الرقم يعني ده، يعني مهدت بشكل كبير للنصر، تبين عظمه الاداء اللي كان موجود. رغما عن ايه بقى؟ ما عظمه اكتوبر الحقيقه، تسمحوا لي يعني كابنائي، يعني ان الامكانيات كانت محدوده. انت ازاي بالامكانيات المحدوده والظروف الصعبه بتقوم بمثل هذا العمل العظيم الحقيقه؟ ف حرب الاستنزاف الحقيقه ما خدتش برضه حقها، لان انا اقول ايه يعني، انت متخيل 4000 عمليه كبدت العدو خسائر كبيره جدا في الارواح او في التسليح والمعدات وخلافه. طبعا، ودربت كمان الجنود، كانت ساحه معركه، انت بتتدرب على ساحه هي المعركه. اطلقنا عليها يمكن ايه التطعيم للمعركه الاكتوبر، كأننا بنتدرب لحرب يعني الأكتوبر. دي كانت بدايه التطعيم للمعركه الرئيسيه اللي تمت في اكتوبر. طيب لما اسرائيل تكبدت الخسائر الكبيره دي بتعمل ايه اسرائيل؟ حضرتك بتعمل ايه اسرائيل؟ بتلجأ لمين؟ بتلجأ للولايات المتحده. لجأوا الولايات المتحده وطلبوا منهم ان الولايات المتحده تعلن ايقاف النيران. كانت مبادره روجرز وزير الخارجيه الامريكي في اغسطس 70 لايقاف النيران. فاذا عدنا بناء الجيش المصري في 3-4 سنين، وفي نفس الوقت قمنا بحرب الاستنزاف.